يا عم. ماذا حدث؟ لقد غزوه في السوق الصبح. غزوه؟ لا أفهمك. غزوه يعني حطوا له السكينة في كلاوي. لا عما قول لي بقى الكنز فين بقى وانت في المن في المفرق الأخير. حقا أين الكنز؟ لقد قلت أنك ستعترف في النزعة الأخير وأنت الآن تموت. أين الكنز؟ أيوة كده حاسسني أن أنت مراتي وخايف على فلوس عيالنا. يا معشر قريش هيا بنا إلى بيت بني هريسة. هيا 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 هيا. لن أتركك قبل أن أعرف مكانك. أنت بقى أريد مية. هات كوباية مية. سأحضر الكربة. الكربة أنت هتسقي جمل بعود الكوباية. وما هي الكوباية؟ يا عم أنت فيك حيل تقعد لسه هتعرف معلومات؟ ده أنت مسافر دلوقتي يعني هتقول لي كوباية؟ يلا خلصني والنبي قول لي فين الكوباية. أريده اتهني من 12 الظهر لحد العشاء واحنا قاعدين قاعدة تستولد. أريد أيوه أريد شربة خمر معتق. شربة الخمر المعتق؟ أنت مصر إن أنت تموت كافر برضو؟ إيه يا عمو؟ قول لي الكنز فين بقى خليني أخلص ده. إيه يا عمو الديناصور بيخلص ولا إيه؟ قول لي زي ما انت بيسحبوا روحك ولا بيطعنوك ولا ايه؟ عمو 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 عمو. ما هذا؟ ما هذا؟ يا ابني بنت العلامة خلاص الكون. العلامة سكر الندى. المفتاح. ما هذا المفتاح؟ مفتاح الكنز يا الندى. الكنز؟ إذن هيا بنا. هيا بنا.